السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سوا العقارات اسكندرية شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد، شقة دوبلكس مميزة جدا بسعر لقطة في موقع مميز على بعد خطوات من البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة داخل القرية. شوفنا مع بعض واجهة العمارة، وعندي هنا موجود ده المدخل، بوابة وأسانسير وحارس خاص عند العقار. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ مع بعض العرض. ده الدوبلكس بتاعنا اللي فيها العرض، وعندي هنا الأسانسير، وعندي هنا اللي خاص بالجار، يبقى الدور عندي على شقتين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. اول حاجه بتقابلني هنا عندي ريسبشن كبير ما شاء الله، متقسم عندي تقسيم قطعتين ومتشطب كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد الوان هاديه وديكورات ممتازه جدا سي ان سي. رؤية الريسبشن عندنا هنا من زاوية تانية، ورؤية المطبخ من الأمام. الريسبشن موجود في القطعة التانية عندي هنا السلم الداخلي اللي بيطلعنا على الروف. جميل وممتاز جدا جدا ما شاء الله. عندي هنا دلوقتي المطبخ من الأمام، المطبخ عندنا هنا من الداخل، ممتاز وجميل جدا جدا ما شاء الله. ندخل نبص مع بعض على غرف النوم والحمام. المستوى الثاني بتقابلني طرق التوزيع، بتدخلني على غرف النوم والحمامات. على يمين هنا موجود عندي حمام الضيوف، وبعد منه مباشرة موجود عندنا الحمام الرئيسي، قصادنا مباشرة هنا موجود عندنا أول غرفة نوم، ممتازة جدا جدا ما شاء الله، متشطبة كويس جدا، تشطيب فول ممتاز، تشطيب جبسون بورد ألوان هادية وديكورات مميزة. بعد منها مباشرة موجود عندنا هنا الغرفة التانية، متشطبة برضو كويس جدا ما شاء الله، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد الوان هاديه وديكورات جميله. وقصادنا هنا موجوده عندنا الغرفه الثالثه، دي تالت غرفه نوم، تشطيب برضو ما شاء الله، تشطيب فوق ممتاز، تشطيب جبسون بورد الوان هادية وديكورات مختلفة وجميلة. نطلع مع بعض للبلكونة ونشوف رؤية الشارع ما شاء الله، عندي هنا تراس رائع وممتاز جدا،
متميزة عندي هنا برضو ديكورات مميزة، تشطيب جبسون بورد ألوان هادية، برضو ديكورات سي ان سي، إطلالة ممتازة جدا على شارع عرضه 12 متر، وبجوار البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة. ممتاز جدا جدا ما شاء الله. نطلع مع بعض هنا عن طريق السلم الداخلي اللي بيطلعنا للروف، ما شاء الله. عندي هنا موجود في الروف نفس مساحة الشقة تحتي بالظبط، موجود في عندي هنا كنبة من الطوب الفرعوني 2 مستوى برضو نفس الديزاين بالظبط تحت. عندي هنا دي الإطلالة بتطل برضو عندنا هنا على الشارع، موقع سكني ومميز جدا بجوار البحر ونادي دانا بلازا وحمامات السباحة. عرض مميز جدا جدا ما شاء الله. وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل، ونتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل. بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل، شقة دوبلكس مميزة جدا جدا على بعد خطوات من البحر والشارع الرئيسي والمسجد الكبير وكنتاكي والخدمات العامة داخل القرية. الموقع يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار العقاري في المستقبل. عرضنا في الطابق الخامس بالروف، العمارة عبارة عن 5 طوابق، موجود عندي أسانسير وحارس خاص للعقار، وشقتنا مسجلة في جمعية 6 أكتوبر للقوات المسلحة، وكاملة العدادات كهرباء وميزة في من السلم آخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الإجمالية للدوبلكس 260 متر، عبارة عن 130 متر تحت زائد 130 زيهم فوق. السعر 420,000 جنيه كاش، السعر بالدولار 18,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سول عقارات في اسكندرية شاطئ النخيل.